6 ناقص 4 اكس تربيع، اجمع دي كلها مثلا زائد ولتكن 2 اكس اس 6 زائد اكس اس 4 اس 2 ناقص 1. دي لسه ما هي في الصفحه دي، لسه بس عندنا. بقول لك معنى اوجد نتج الكلام ده، بعمل ايه يا شباب؟ بجمع كل حد مع الحد اللي هو اللي زيه بالظبط اللي يشبههم، مثلا ده هتلاقي ده ايه؟ يبقى عندك هنا 3 اكس اس 6 مع 2 اكس اس 6 يدينا كام؟ يدينا 5 اكس اس كام يا شباب؟ اس 6 سالب 4 اكس تربيع مع اكس تربيع يبقى سالب 3 اكس ايه؟ تربيع، لو سالب 1 ما في شيء زيها زي ما هي يا جماعه. طيب ايه الجديد يا استاذ عندنا دلوقتي؟ ايه الجديد؟ الجديد انا بسمي الحاجات دي على بعضها كده يا جماعه، بسميها داله اللي هي اف اوف اكس مثلا، ودي اسمها داله ثانيه وتكون جي اكس. بقول لك هات لي ايه؟ هات لي يا جماعه طرحها ضربها قسمتها، كل ده خدناها قبل كده يا شباب، خدنا الجمع والطرح والضرب والاسم تمام. طب برضه ايه الجديد يا استاذ ده كله؟ في شيء جديد اسمه التركيب، تركيب دالتين يا شباب، وانا بس كده اف تركيب جي اوف اكس تمام؟ ده الجديد ان شاء الله. اذا في وقت الحصه خلص نرى اليوم الحاجات دي، ما في خلاص بكره ان شاء الله يا جماعه. طيب هناخد بس يا جماعه النهارده ان شاء الله حاجه اسمها ايه؟ التهيئه الاول، التهيئه صفحه 177، كل يجيبها كده يا شباب، صفحه 177 مجرد تسخين للايه؟ للوحده اللي جايه يا شباب مش اكتر. بيقول لي بسط كل عباره مما ياتي، بسط كل عباره جذر 28 احسبها زي ذلك يا شباب، عايز الجذر التربيعي لل 28 كيف احسبها؟ انا عايز كده يا جماعه اتكلم، يلا يا شباب مش معاكم كلكم ورقه ولا واحد يعني. احمد هاني معانا، طيب يا احمد ايه؟ وانس معانا يجاوب، يا انس قصير وعز، الناس كلها ما شاء الله شطار يعني، محمد سعيد. يلا يا شباب عايز الجذر التربيعي 28، صعبه؟ طيب اولا يا شباب هنعمل 2 جذر 7 2، ممتاز يا محمد، بس جت ازاي؟ اول 6 يصير 7 تمام بالتحديد يا جماعه، ايه قول له 2 على 2 فيها ال 14، على 2 فيها الايه؟ السبعه، على السبعه فيها الواحد، كل حاجتين اخذ منهم حاجه واحده بس بره الجذر، دي بره الجذر يا جماعه، دي اصلها اصل الرقم ده عباره عن ايه؟ اصله 4 مضروبه في 7، الاربعه بتطلع بره الجذر ب 2 فنسوي 2 جذر 7، خلي صعب كده يا جماعه، بس يا جماعه نفسي اشارك شويه عن كده، شاركوا شويه. طب لو قال لي مثلا ايه؟ هات لي برضه الجذر التربيعي ولتكن الجذر التربيعي ل 25 على 4 ولا اي مشكله خالص، اجيب جذر 25 لوحدها وجذر ال 4 يا شباب وجذر ال 4 لوحدها صح؟ هتساوي 5 على كام؟ ها؟ على 2 5 على 2 نفتكر برضه لو كانت دي داخل معادله يا جماعه، لو دي داخل معادله لازم اقول له موجب وسالب، موجب وسالب اذا كان في معادله تمام. شوف كده برضه القسمه يقول لي يا جماعه ايه؟ رقم 4 بيقول لي بسط كل عباره مما ياتي مستعملا القسمه التركيبيه، يقول لي هنا 5 اكس تربيع ناقص 22 اكس ناقص 15 هقسم كل ده يا جماعه على مين؟ على اكس ناقص 5. يلا من هيحل معايا؟ يلا يا شباب اعمل ايه؟ اول شيء ابص له يا شباب ها بشوف الاسس اللي فوق دي، هل هي كلها تركيب يا جماعه تنازلي؟ اس 2 اس 1 هنا اس 0 تمام كده. هنا حاجه المعاملات هنا اكس معاملها كام؟ كم معامل الاكس؟ واحد. اشتغل عادي يا جماعه، اشتغل عادي يلا اكتب كام معاملات؟ يلا 5 ها ثم سالب 22 22 سالب 5 ده الحد الايه؟ الثابت اللي عندي الحد المطلق، بعديه بيطلع الباقي يا شباب، الباقي بيتكتب هنا يا جماعه بعد كده
هقسم على كام يا شباب؟ هقسم على كام؟ هنا x ناقص 5 اتفقنا، هاخد الرقم اللي معنا x زي ما هو بإشارته يا جماعة اللي هو سالب. فهنا اكتب ايه؟ 5 بس زي ما هي كده يا جماعة. يعني في الأصل بقسم على مين؟ على x ناقص r، قانون تتذكروا x ناقص r. فأنا بقسم على r هنا. طيب الخمسة تنزل ايه يا شباب؟ زي ما هي. هعمل حاجتين يا شباب، ضرب وايه؟ ضرب وجمع، ضرب وجمع بس. اضرب يلا معايا، 5 ضرب 5 يعطي 25. دخل تحت دي، هنا 25، جميل جدا يا جماعة، جميل. 25 ناقص 22، عادي. يدينا كام؟ 3. أرجع عد من جديد، أضرب 3 ضرب 5، ضرب 5 يا شباب، يعطيني 15. 15. والله هنا أهي، اجمع يدينا كام؟ صفر. الحل هيساوي يا جماعة، ناتج الكفر بيساوي ايه؟ الناتج بيساوي كام يا جماعة؟ 5 اكس زائد 3 زائد 3. ممتاز يا مهند ما شاء الله عليك، ممتاز. بنقص عندي درجة واحدة دي اس 2، هنقص عنها واحد باكس اس 1، تمام؟ وكمل باقي التنازل يا جماعة. طب الباقي عندي يا جماعة هنا الباقي بصفر، دي معناها ايه؟ يعني ايه الباقي بصفر؟ تفهم منها ايه؟ حد عارف؟ اولا افهم منها ان 5 اكس 3 ده احد عوامل المقدار ده يا جماعه، وكمان اكس ناقص 5 احد عوامل نفس المقدار ده يا جماعه. يعني ايه؟ تضرب ده اكس ناقص 5 في 5 اكس 3 يا جماعه يدينا مين؟ المقدار الاصلي اللي هو ده. واضح؟ زي ما اقول لك قبل كده برضه، اقول لك مثلا ايه؟ ال 35 اسم السبعة بتساوي 5، دي معناها ايه؟ الخمسة احد عوامل 35، كذلك السبعة احد عوامل 35، صح؟ لان بقسم بدون ايه؟ بدون باقي. لكن لو اقول لك انا مثلا 35 مثلا يا شباب اسم 8 هيديني كام؟ هيديني 4، وباقي معايا 8، صح؟ في 8 يا جماعه ده باقي، صح كده يا جماعه؟ اذا ايه؟ الاربعة ليست من عوامل ايه؟ 35، والثمانية برضه ليست من عوامل 35. واضح يا شباب؟ طب واحنا كمان قبل ما نخش في الدرس، بس اتمنى تكون المشاركة أكثر من كده يا شباب، المشاركة ضعيفة جدا. بس رقم 6 يا جماعة، 6 عشان نشوف الوقت. أنس هتجاوب معانا يا أنس؟ في كمان أمثلة على نفس ال الاسم المطوله، الاسم التركيبيه القانون عشان مش فاهمه. طيب ماشي ماشي، بص يا انس خليك معايا يا انس، هنعمل ايه؟ عشان خاطر انس يا جماعه ناخد رقم 5. 5 يا جماعه بقول لك اهو، يلا 3 اكس تربيع زائد 14 اكس ناقص 12. هقسم كده يا انس، بقول لي ايه اقسم كل ده؟ اقسم على مين؟ على اكس زائد 4. واضح يا بطل لحد كده؟ انا بعمل ايه؟ اول شيء ببص عليه اللي فوق هنا اس 2 صح؟ واللي بعدها اس 1. هنا كان في اكس اس 0 ما تتكتب، اي حاجه صفر بواحد ما تتكتب. اذا كده الترتيب صح. افرض يا انس كانت جايه كده، كانت جايه مثلا ايه؟ اكس اس 4 زائد 2 اكس تربيع زائد مثلا اكس. ما في هنا اكس اس 3 صح؟ ما في اكس 3، وانا بحط الارقام بحط مكانها صفر، كان في هنا كده زائد صفر. نفس الشيء لحد الثابت الاخير، ما في حد ثابت. اعتبره برضه بصفر دي مبدئيا يعني. طيب ما علينا من دي خلاص. هقسم ازاي؟ كان فين القسمه؟ شايفين المعاملات ده يا ناس؟ معاملات هي دي 3 مثلا 3 14 12 بكتبها جنب بعضها 3 اهي مسافه صغيره كده 14 مسافه سالب كام؟ 12. حد كده في مشاكل؟ هقسم على كام يا سيدي؟ هقسم على كام؟ هنا 4 اكس. لازم يكون عندي شرط ده اساسي يكون دي سالب يا اكس. لازم دي سالب، طب هي موجب اكنها عامله كده اكس ناقص سالب 4. هقسم على كام كده؟ هقسم على مين؟ على سالب 4. فاهمني؟ يعني في القانون نفسه الاساسي لازم تكون هنا سالب. واقسم بعدها مثلا لو قال لي زي السؤال اللي فات، قال لي ايه؟ السؤال اللي فات لو تلاحظ كده اكس ناقص 5، اخدت 5 زي ما هي. 5 زي ما هي. طيب هنا اكس زائد 4 اخليها سالب سالب اقسم على سالب 4.
بينها اقسم على سالب 4. لحد كده في مشاكل يا انس؟ لا لا تمام. هناخد خط كده بس تحت خط تمام وخط هنا كده عشان ده هو الباقي بالنسبه لنا. اكتب هنا اكتب هنا الباقي بس اللي عندي باقي الاسم. هنقسم ازاي؟ اول معامل انزل زي ما هو ده انزل زي ما هو. هضرب 3 دي هضربها في 4. هضرب 4 في كام؟ 3 في 4 ها؟ ب 12 12 بس في سالب 12 احطها تحت اللي بعدها تحت اللي بعدها. طب دول مع بعض كده يعطيني كام؟ يعني 2 نفس الشيء اكرر ثاني. اضرب 2 في سالب 4 يدينا سالب 8. يدينا سالب 8 جميل جدا. سالب 8 اهي. طب سالب 8 سالب 12 20. يدينا سالب 20. سالب 20 سالب 20 كده ده الباقي اصبح ده الباقي. طب ناتج القسمه ناتج القسمه قسمه المقدار ده كله على اكس زائد 4 يساوي كام؟ اقول له بيساوي ناتج القسمه 3 احطها زي ما هي. اشوف هنا اس كام دي؟ اس 2 صح؟ انزل عن الاس 1 باكس اس 1 بس انزل عنه الدرجه 1. طيب زائد 2 بس ما عادش حاجه يعني طبعا هنا 2 اكس اس 0 ما تتكتب خلاص. زائد بعد كده الباقي الباقي كام؟ الباقي عندي سالب 20 بس اقسمها على مين؟ بقسمها على اكس زائد 4 زي ما جاي كده بالظبط. ده الباقي ماشي؟ ده الحل كامل زي ما قلنا كده بالظبط. قلنا من شويه لو تقسم مثلا يا جماعه كام؟ اي رقم مثلا 9 مثلا على 4 ارقام سهله اهي 9 على 4 هتديني كام؟ قال لي بتساوي 2 بس في باقي. كام الباقي يا استاذ؟ باقي 1 على 4 صح؟ ده الباقي اهو. يعني بقول لك بتساوي هي 2 وربع طبعا بتساوي 2 وربع ماشي؟ طيب هنشوف برضه مثال ثاني يا جماعه مثال ثاني ما هنفوت الحاجات دي غير بس ايه عشان خاطر انس هنشرحها كلها. رقم 6 يا جماعه 6 بقول لك يا جماعه هنا 2 اكس تكعيب يا ريت يا جماعه حد يمليني ناقص 7 اكس تربيع ناقص 36 اكس زائد 36. هقسم كل ده على مين؟ على اكس ناقص 6 اكس ناقص 6. يلا يا شباب مين هيحل معايا؟ اول شيء اهو هشوف الايه الترتيب التنازلي اكس اس 3 اس 2 اس 1 لحد السابع كده تمام يا جماعه تمام. معامل اكس بواحد يبقى اشتغل عادي. نزل المعاملات دي كلها نزل الاثنين وايه هنا يا جماعه دي كام دي؟ 7 7 وال 36 نزل ده كله يبقى الاثنين زي ما هي سالب 7 سالب 36 سالب 36 موجب 36 اللي هو مين؟ الحد الثابت دايما يا انس الثابت ده دايما اخليه كده اعمل له خط كده بقى في ولو ما هو موجود احط صفر لو واحد من دول موجود احط صفر واشد خط. هقسم على مين هنا؟ هقسم على مين يا انس؟ سالب 6 لا 6 زي ما هنا فاكر الحل نفسه 6 6 6 بس القانون في سالب تمام باخد انا 6 بس لوحدها. يلا الاثنين تنزل زي ما هي نضرب بقى يلا عباره عن ضرب وجمع بس اضرب واجمع 2 ضرب 6 يعطي 12 حطها تحت دي على طول 12 وسالب 7 هنا موجب ايه؟ 5 5 5 ضرب 6 نفس الكلام ثاني 30 30 وسالب 36 6 لا سالب 6 سالب سالب 6 الاشاره تفرق تبوظ المساله. سالب 6 ضرب موجب 6 ادينا سالب 6 وايه؟ 30 يبقى ده الباقي عندك كام؟ بصفر ده الباقي. طب الحل بكام يا استاذ؟ الناتج بكام؟ ناتج القسمه اقول له استاذ انا عايز انس اللي هو قول لي انس يلا كام؟ 2 اكس 2 اكس بص كام؟ شوف اعلى اس عندك هنا كام؟ اعلى اس كام؟ 3 نزل عنه بواحد 2 يبقى 2 وامشي بقى تنزلي بعد كده اللي بعده تنزلي اقل من اللي بعده اكس بس واحد هكذا كمل يلا زائد 5 اكس
جميل. ناقص كام؟ ستة. ناقص بس كده خلاص. أقول هنا بإكس أس صفر، بس ما لهاش معنى إكس أس صفر بواحد، ما نكتبها خلاص، ما نكتبها خلاص. فكده لو وصلنا لإيه؟ لآخر شيء. كده أنت ما شاء الله فهمت يا أنس الموضوع معنا خلاص. شارك بقى معنا في الحلو. السلام عليك. الله يكرمك. يلا يا جماعة، كمان واحدة أخيرة، واحدة أخيرة. عايز حد تاني يا جماعة بقى يشارك معايا. يلا، ثلاثة، رقم سبعة، بقول لك إيه؟ ثلاثة إكس أس أربعة ناقص 13 إكس أس ثلاثة زائد 17 إكس تربيع ناقص 18 إكس 18 إكس طبعا ناقص بس ناقص 18 إكس زائد 15 هقسم كل ده يا شباب على مين؟ على إكس ناقص 3 حاجات سهلة جميلة جدا يلا يلا يا محمد يا سعيد نعمل إيه أول حاجة؟ ثلاثة اتأكدت الأول من الترتيب التنازلي 4 3 2 1 استنى ننزل بقى العوامل يلا العوامل يلا 3 13 أيوه 14 17 سالب 18 سالب 18 موجب ايه؟ 15 ده الباقي نفس الخطوات يا جماعه هقسم على 3 موجب 3 زي ما هي 3 يلا يا جماعه اول معامل ينزل زي ما هو ونضرب ثم نجمع 3 ضرب 3 ب 9 حط 9 هنا وسالب 14 يبقى سالب 4 جميل نضرب ثاني سالب 4 ضرب 3 5 سالب 12 سالب 12 و 17 موجب ايه؟ 5 موجب 5 هاي 5 ضرب 3 15 صح 15 ايه وسالب 18 يعطينا سالب 3 3 نضرب ثاني سالب 3 ضرب موجب 3 يدينا سالب 9 سالب 9 سالب 9 نطرح ادينا 6 ده الباقي ده كده يا شباب اهو مش واخد بالك ده الباقي بس الباقي ده هقسمه على مين؟ على الكلام ده كمان وانا بكتب الحل هقسم الباقي على ده لازم واقول الحل عندي يا شباب الناتج بيساوي اقل من دي بواحد يلا 3 اكس بس 3 اكس تربيع تربيع تكعيب تكعيب يا مهند تكعيب بس 3 ايوه ما هي دي اس 4 تمام تكعيب ناقص 4 اكس يبقى تربيع اقل منها بواحد زائد 5 زائد 5 اكس اكس ناقص 3 الحد الثابت زائد اخر حاجه اللي مين؟ ها الباقي مقسوم على مين يا شباب؟ على اكس زائد على اكس زي ما هي كده بس كده خلصت المساله يا شباب ما فيها شيء ثاني نقلب بقى يا جماعه كده على الدرس النهارده درس جاب بس ايه تهيئه بس تمهيد ده التمهيد بس يا جماعه طبعا موضوع الجامع وطرح الضرب اللي حطيته قبل كده يعني ما كتر في كتير ماشي جامع كتر في حدود طرحها وضربها وكلام من ده هنرجع بس معاكم سريعا كده بمثال قول لي يا شباب اذا كان اف اوف اكس بتساوي اف اوف اكس بتساوي اكس تربيع ناقص 4 وجي اكس بتساوي 2 اكس زائد كام؟ 1 يعني ايه يا جماعه اف اوف اكس دي؟ يعني ايه؟ حد عارف؟ اف اوف اكس ها؟ دالة اسمها اف فيها متغير اسمه ايه يا شباب؟ اسمه اكس صح؟ كل ما احط كام الاكس تطلع نتيجة لمين؟ للاف مثلا احط اكس مثلا هنا بواحد واحد تربيع بواحد ناقص 4 سالب 3 يبقى دالة عندي بكام؟ باف بكام؟ سالب 3 لو حابب تعملها ازواج مرتبه تبقى واحد وسالب ثلاثه وهكذا يا جماعه حط مثلا اكس بصفر صفر تربيع بصفر ناقص اربعه يبقى سالب اربعه وهكذا الى ما لا نهايه يا شباب مهما احط قيم للاكس تطلع قيم لمين؟ لمين يا شباب؟ ها الداله اف في اكس معنى كده ايه؟ ان في حاجه اسمها مجال الداله ايه هو مجال الداله ده يا شباب؟ المجال ايه هو؟ لا مثلا والدك في البيت طبعا انت اخوك الصغير بلاش انت اخوك الصغير ولا كمان مثلا ايه العب في المكان ده بس في الغرفه دي فقط
يبقى الغرفه دي هي مجاله يتحرك فيه بس، ما ينفعش يطلع عنه يا جماعه خالص، دي مجالها تمام. كلمه مجال داله زي دي يعني اقدر احط المكان الشخصي ارقام ايه، ايه القيمه اللي احطها بدون مشاكل. هنا تحط اي قيمه يا شباب، اي قيمه معنى كده ايه، المجال يساوي ار، طول المجال يساوي ار. ايه هي الار؟ مجموعه الاعداد الحقيقيه. طب والمدى؟ نفس الشيء، كل ما نحط قيمه للاكس تطلع قيمه للدال، يبقى قيمه الداله دي ما لهاش نهايه برضه يا جماعه، ليس لها نهايه. يعني برضه المدى كمان، المدى برضه بيساوي ايه؟ بيساوي ار. وده مش موضوعنا النهارده بس بحب اتاكد عليه بس. لسه هنفهم ان شاء الله المره الجايه. يلا يا جماعه، بقول هنا ايه؟ اوجد اف زائد جي اوف اكس. ايه اللي صعب فيها؟ اوجد اف زائد جي، هجمع الاكس هذه مع دي بس، ثم اجمع الشيء المشترك اللي شبه بعضه مع بعضه. خلاص؟ اقول له كده ايه؟ اكس تربيع ناقص 4 زائد 2 اكس زائد كام؟ 1. يلا يا شباب، اكس تربيع دي حاجه زي الطرف الثاني؟ حاجه تشبهها يا شباب؟ هل ليها شبه اكس تربيع؟ ماشي، حطها زي ما هي. طيب سالب 4 زيها مين؟ ده حد ثابت، اللي زيه مين؟ موجب 1. يبقى سالب 4 زائد 1 سالب كام؟ 3. 2 اكس ما في شيء زيها، تكتب زي ما هي، زائد 2 اكس. حبيت بس ترتبها يا جماعه ترتيب تنازلي، هتساوي اكس تربيع زائد 2 اكس ناقص كام؟ 3. ده حصل ايه يا شباب؟ حاصل الجامع. تمام؟ فلو حبينا نجيب مثلا حاصل الطرح. طرح مين؟ وليكن مثلا اف ناقص جي مثلا. اف ناقص جي، نعمل ايه؟ برضه مش هي فرق جديد يا جماعه، فرق عنها يا جماعه. زيها نفسها بالظبط. انا هغير بس حاجه بسيطه. جامع خليها طرح. طرح. طيب. واللي بعد كده هطرح يا جماعه معناها كده ايه؟ هدخل سالب دي جوه، سالب دي تخش غير كل اللي جوه هنا يا شباب، اقول له بتساوي اكس تربيع زي ما هي ناقص 4 زي ما هي سالب 2 دي يا جماعه 2 تبقى سالب، سالب 2 اكس وموجب 1 تبقى سالب ايه؟ سالب 1. اجمع بس متشابه، اكس تربيع في زيها شيء؟ ما في شيء خالص، احطها زي ما هي. سالب 2 اكس زي ما هي كده. طب سالب 4 سالب 1 مع بعض، خسر 4 وكمان خسر 1 يا جماعه، في الاخر خسر كام؟ 5، يبقى سالب 5. لحد كده يا شباب في مشاكل؟ سهله ولا صعبه؟ ها ده اللي خدناه قبل كده مش جديد، انا بشرح ده بسرعه لان ما عادش خدناه قبل كده. لو حد عنده مشكله فيها يقول لي، جمع وطرح الحاجات دي. فاهم يا انس؟ نعم سهله صح؟ طيب نيجي يا جماعه سهله سهله ناخد ايه الضرب، اراجع برضه يكون ده مراجعه عشان بس براجع برضه على الضرب يا شباب كان بجيب كده الضرب. طيب مثال ثاني اهو، لو قال لي مثلا ايه يا جماعه؟ اول حاجه سهله، قال لي اف اكس داله اسمها اف يا شباب، فمتغير اسمه اكس بتساوي اكس تربيع زائد 5 اكس مثلا ناقص 2، والجي اهي جي اكس عباره عن كام؟ 3 اكس ناقص 2، 3 اكس ناقص 2. قال لي اوجد اف ضرب جي، نقطه كده في النص يا جماعه معناها ايه؟ او ستار معناها ضرب، حصل الضرب يعني بين ده وده، اف ضرب جي. بعمل ايه؟ بضرب كل المقدار ده وكل ده بسهولة جدا، والضرب تبادلي، أقدر أجيب الجي قبل الإف أو الإف قبل الجي، أي مشكلة خالص. فهنا هقول له بتساوي، أحط الجي الأول عشان هي صغيرة، 3 إكس ناقص 2 مضروبة في مين؟ إكس تربيع زائد 5 إكس ناقص كام يا شباب؟ 2. يلا يا قصي نعمل إيه؟ قصي ما هو موجود، محمد سعيد انقذ الموقف. جابوا 3 اكس في كلهم دول 3 اكس اتضرب في كله، جميل. يعني اكتبها ولا مفيش داعي؟ حل مره واحده وخلاص، 3 اكس يا جماعه اضربها في كل ده. ثم بعدها 2 في كله، 3 اكس ضرب اكس تربيع
يعطي نفس 3 اكس اس كام؟ في حالة الضرب يا انس لما الاساس يساوي الاساس بنجمع الاسس، هنا اس 1 وهنا اس 2 اس 3 ثم يلا بعدها 3 اكس برضه مضروب ب 5 اضرب العدد في العدد والرمز في الرمز. 3 في 5 ب 15 اكس تربيع. اكس تربيع جميل. 3 اكس برضه سالب 2 يبقى سالب 6 اكس. خلصنا كام 3 اكس خلاص. نفس الطريقه اضرب مين؟ السالب 2 كله. سالب 2 ضرب اكس تربيع ادينا سالب 2 ايه؟ سالب 2 اكس تربيع. طب سالب 2 ضرب 5 اكس سالب ايه؟ سالب 10 10 اكس. سالب 2 ضرب سالب 2 موجب ايه؟ اخر خطوه يا جماعه اخر خطوه اجمع بس المتشابه مع بعضه. اكس تكعيب ما فيش شيء زيها خالص. اكتبها زي ما هي يبقى 3 اكس تكعيب. التربيع عندك اهو تربيع ولا تربيع. 15 وسالب 2 يبقى موجب كام؟ 13 اكس تربيع. الاكس اكس اهي سالب 6 وسالب 10 خسر 6 وكمان خسر ايه؟ خسر 10 خسر 16 يا شباب. 16 16 الحد الثابت ما في غير الاربعه. عوده زائد كام؟ زائد 4 تمام؟ زي ما هي كده بس يا جماعه. طيب بالنسبه بقى للاسم يا شباب القسمه زي ما خدناها من شوي بس ما تنتج توصل للناتج زي ما احنا فاكر الاخر خلاص لا خليها زي ما هي. يعني ايه يا استاذ؟ ابسط صوره بس يعني مثلا قال لك كمثال f of x بتساوي x تربيع زائد 7 x زائد 12 و g x بتساوي 3 x ناقص 4. طلب من هنا ايه؟ قال لي اوجد f على g. ده قسمه يا جماعه f على g بالنسبه ل x. ما عندك اي مشكله بس خلي ال f فوق زي ما هي x تربيع زائد 7 x زي كام؟ 12 وتحت 3 اكس ناقص كام يا شباب؟ ناقص 4. حد كده في مشاكل يا شباب؟ في مشاكل؟ ها؟ وتخليها زي ما هي كده بالظبط، ما فيش اي تغيير خالص. نعرف التغيير بعدين ما هو دلوقتي يعني. طيب اخر فكره يا جماعه عايز اتكلم فيها بس لو في وقت في الحصه اللي هو تركيب الدالتين. التركيب دي ولا خليها الحصه الجايه احسن نبدا بيها ان شاء الله؟ لان هي يعني محتاجه تركيز اكتر. خليها المره الجايه. شوفوا كده بس تمرين من الكتاب صفحه 182 تمرين سريع يا شباب. تاكد صفحه 182 رقم 1 يقول لك ايه؟ اوجد اف على جي واف زائد جي واف ناقص جي واف زائد جي كله يعني. رقم 1 اهي عندنا الداله اف اكس بتساوي x زائد 2 والجي اكس يا شباب بتساوي ايه؟ 3 اكس ناقص 1. نجيب هنا يا جماعه كل حاجه. عايز اجيب الجمع الاول f زائد g. يلا هعمل ايه؟ نجمع اقول كده اولى اسمها x زائد 2 اجمعها على 3 اكس ده اصبح مش اي مشكله خالص. اجمع يا جماعه 3 اكس واكس دي زائد على فكره في زائد انا غلطان هنا زائد زائد يا شباب يبقى 4 اكس موجب 2 وسالب 1 هنا كان موجب ايه يا جماعه؟ 1 بس دي اللي فيها. ده لو هي طرح اف طرح جي مثلا اقول له ايه؟ الاف اهي اكس زائد 2 طرح الجي اللي هي كام؟ 3 اكس ناقص 1. طبعا في سالب بره يا شباب تدخل جوه القوس تغير كل اللي جوه تخلي اللي سالب تخلي اللي موجب وتغير الاشارات واقول له هي نفسها هتساوي اكس زائد 2 ناقص 3 اكس زائد 1. الواحد بقت موجب و3 بقت ايه؟ بقت سالب. جمع كام متشابه مع بعضه؟ اكس و3 اكس سالب بتساوي سالب 2 اكس. طب موجب 2 موجب 1 زائد كام؟ زائد 3. دي بالنسبه للجمع والطرح يا جماعه. طب بالنسبه للضرب الضرب ايه؟
كل قسم. الضرب اقول له اف ضرب جي هتساوي يا جماعه اكس زائد 2 هنضرب في 3 اكس ناقص 1. ده ثنائي وده ثنائي يا شباب، يبقى اضرب القراءه العاديه السهله اللي هو الضرب المبرز النظر تجرينه ضرب مباشر يا جماعه مره واحده اللي هو بيساوي كام؟ ها هضرب الاول في الاول والثاني في الثاني اول فكره يلا اكس ضرب كام يا جماعه؟ 3 اكس يعني كام؟ 3 اكس كام؟ تربيع. اضرب الاخير في الاخير 2 سالب 1 كده سالب 2. مين باقي لنا؟ باقي لحد هنا يا شباب الاوسط صح؟ طرفين مع بعض نصين مع بعض اكس بسالب 1 بسالب اكس سالب اكس. طب 2 ضرب 3 اكس يدينا 6 ايه؟ 6 اكس. 6 اكس وناقص اكس يدينا 5 صح؟ 5 اكس يا جماعه 5 اكس. خلص على كده يا جماعه خلص ما في اي شيء. طب نجيب بالمره كده في جنب الاف على جي هتساوي ايه يا جماعه؟ اكتب الاف فوق اكس زائد 2 والجي تحت 3 اكس ناقص كام؟ 1. زي ما هي كده بس يا جماعه. بس في نقطه صغيره عايز اقول لك عليها في حاله القسم يا شباب عندي شرط مهم جدا، عندي شرط مهم اللي هو ايه يا شباب؟ المقام ما ينفعش يساوي صفر ابدا. المقام لا يجوز ان يساوي صفر. ينفع تحسب على صفر يا شباب؟ ينفع تحسب على صفر؟ جرب الحاسبه عندك كده في الحاسبه اضرب مثلا رقم 2 على صفر شوف هيديك كام؟ هتلاقيه بيقول لك ايرور. ايرور يا جماعه خطا ماشي او قيمه غير معروفه. معنى كده يا جماعه ما ينفعش اقسم على ايه؟ على رقم بيساوي صفر. طب امتى ده يبقى بصفر يا شباب؟ امتى ده يبقى بصفر؟ اعمل ايه؟ اخدها في جنب كده واقول له 3 اكس ناقص 1 اقول بتساوي صفر. شوف هتساوي صفر امتى؟ عشان استبعد القيم اكس نخلي المقام صفر تمام؟ ودي واحد الطرف الثاني 3 اكس بتساوي 1 اقسم الطرفين على مين؟ على 3 على 3 وعلى 3 باكس هتساوي ايه؟ ثلث. معنى كده يا شباب معنى كده ايه؟ المجال عندي مجال ده ايه؟ كل الاعداد الحقيقيه جميع الاعداد الحقيقيه ما عدا اللي يخلي المقام بصفر ايه؟ الثلث. المجال عندي لو حبيت تجيب المجال تقول له الار كل الار ما عدا الرقم مين؟ ثلث بس. ليه يا استاذ؟ لو اكس بقت بثلث هيبقى هنا ده بصفر كله، المقام ده يبقى بصفر. مفهومه ده يا شباب؟ مفهومه ولا صعبه؟ ها؟ عامة الحاجات دي نبدا بقى ان شاء الله الحصه الجايه باذن الله. بس انت من نفسك ذاكر الدرس الثاني وحضر درس جديد يا جماعه، حضروا التركيب ده حاولوا تفهموه. ماشي؟ حد عنده سؤال يا شباب؟ حد عنده استفسار؟ بالنسبه ليك يا انس على صفحه المدرسه هتلاقي فيه دروس عبر الفيديو. ماشي؟ دروس عبر الفيديو. شوفها كده الحصه القديمه اللي فاتت ولو اي شيء صعب كلمني، اي شيء واقف عليك في اي وقت طول اليوم انا معاك. شيء صعب اكمل ده خد الرقم من الاستاذ مصطفى ومن الوزاره واتواصل معايا على الواتس على طول اي شيء. خلاص؟ حاضر. يلا حد يا جماعه عنده سؤال ثاني؟ استفسار؟ النهارده ما سمعنا صوتك يا قصي. يعني يعتبر انه شاركوا معانا النهارده نشوف كده مين يا جماعه شاركوا معانا. طبعا محمد سعيد شارك. ماجد ما سمعنا صوته خالص ولا عمر هنقرني ولا ايوه يا استاذ انا قصي. هاي قصي ما سمعنا صوتك قبل ما قصي. ولا حتى موجود موجود معاك. انا عارف انا عارف يا قصي انا عايز اسمع صوتك بس يا قصي. والله بكون سعيد لما اسمع صوت كلكم يا شباب. ما عليك ما عليك. رجاء شاركوا معانا يعني. طيب. وهاشم هاشم هاشم جاي من اول الحصه ما سلم معانا حتى. يلا خير يا شباب. يا ربنا يوفقكم ان شاء الله. حد عنده استفسار ولا شيء؟ يلا بالسلامه يا شباب. بالسلامه يا شباب. بالسلامه.